أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري توجه وزارة الشباب لمنح الشباب فرصة الاستثمار في مشروع مباراتنا الذي ترعاه الوزارة بالتعاون مع جهات الدولة المعنية. وقد أعرب الجبري أمس عن أن الهدف من ذلك يتمثل في تشجيع الشباب من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة على الاستثمار في هذا المشروع، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين عدة جهات بالدولة لوضع آلية عمل واضحة بهدف الارتقاء بالخدمات النوعية التي يقدمها المشروع للشباب الذي انطلق عام 2013 وتجاوز عدد مرتادي 7 ملايين شاب حتى الآن. وأوضح الجبري أن هذا المشروع الذي يعتبر باكورة مشاريع الوزارة ويسعى إلى خلق أجواء مناسبة وآمنة للشباب لممارسة هواياتهم في لعبة كرة القدم في ملاعب مدارس وزارة التربية في الفترة المسائية بدعم ومشاركة الجمعيات التعاونية في مختلف محافظات الكويت.